سيما صمود مديرة قطب الموسيقى والأوبرا في موسم في الجزء الثاني من موسم الافتتاح، باش نحاولوا نقدموا لكم برنامج متنوع باش نطرقوا الحاجات اللي ما طرقناش في الجزء الاول بالنسبه للموسيقى الشرقيه والتونسيه، باش نحاولوا المره هذه نسلطوا الضوء على الموسيقى الآلاتية اللي ما تعرضنا لهاش بالكل في الجزء الاول. باش يكون مثلا عندنا عرض مهم ياسر اللي ما يحبش يحتفي بآلة الكمانجة مع الفرقة الوطنية للموسيقى، وباش نستضيفوا فيها الكمانجاتي الكبير عبدو داغر مع الكمانجاتي التركي ميرات سكريالي، وباستضافة بالطبيعة العمالقة اللي عندنا في تونس كيما بشير الثاني. باش نكونوا زادة نحاولوا باش نكونوا نعملوا زادة دي وركشوب المرة هذه بالفنانين اللي باش يجيونا، باش نطرقوا زادة الموسيقى التصويرية كيف ما باش نحتفيوا دونك في التريمستر هذايا قبل آخر السنة بالفنان الكبير حمادي بن عثمان ومسيرته الفنية الكبيرة. دونك هذا بالنسبة للموسيقى الشرقية والتونسية. بالنسبة للموسيقى الكلاسيكية باش تكون السنة عندها حضور أكثر منتظم وأكثر يكون عندها أكثر وجود من السنة الفارطة، باش تكون عندنا معناها مواعيد قارة وزيدها معناها جديد بالنسبة للأوركسترا السيمفوني التونسي باش يقدم وباش يلانسي الأكاديمية الأوركسترا السيمفوني التونسي. دايوغ أعلنا على دي زوديسيون 22-23 سبتمبر باش ريكروتي معناها دي جون وكل الأكاديمية هذه واللي يكون عندهم تكوين في تونس وفي الخارج، واش يكون عندهم مكونين من تونس ومن الخارج كيف كيف بالنسبه للكور، وكيف كيف الاوركستر دو كور دو لوبيرا تونس زاد باش يكون عنده دي برودكسيون سنه ان شاء الله، باش يبدا بعرض للفنان التونسي ملحن تونسي هو فادي بن عثمان ان شاء الله في نوفمبر، وهو في معناها في صدد التكوين وان شاء الله باش نراوها اكثر واكثر دي برودكسيون دو اوبيرا قريبا. وكيف كيف عنا ديدون يناير في ديسمبر. بالنسبه للبرمجه اللي مستسين نعملوها معنا لي سيكل اللي مستسين نعملوهم باش يكون موجه اكثر للشباب، باش يكون عنا ايام الاندر جراوند ان شاء الله بيانتو مع عروض تونسيه بها وعروض زاده من خارج تونس.